يا جماعة الخير منكوبة، شوفت الناس بتخليك تعيط، شوفت الناس على صلاح الدين وكله بهاجر وكله ماسك أولاد وكله ماسك فرشات، المنظر منظر بيطرد نفسيا. وضع غزة يا جماعة فظيع، أقسم بالله منظر الناس متعب نفسيا. الوضع في غزة أكبر من تصعيد وأكبر من حرب. الوضع في غزة ممكن إفادة جماعية، ممكن تطهير عرقي، اعملوا عطوا اللي بدكم إياه، إما بتلحقوا غزة أو بتلحقوهاش. الناس سلمت بالأمر الواقع وكله طلع، هلقيتها الشمال غزة وغزة وبكرة الوسطى وبعده إحنا وبعده الجنوب وبعده. جماعة الخير كتفوا الدعاء لقطاع غزة، الوضع صعب جدا 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 فوق ما تتخيلوا. انا مش قادر امسك حالي، الوضع صعب، انا واقف على صلاح الدين. صلاح الدين المفروض ما حدش يحط رجله فيها، المفروض صلاح الدين هذا خطر من اخطر الطرق اللي موجوده، خذوا شوفوا الناس فيها.